في الأشواط. فتحت البوابات على بركة الله في سابع أشواط هذه الأمسية على مسافة الميل للجياد المستورد التي لم تربح والتي سجلت إلى 3 انتصارات في سجلها السباقي سمارت إيلوشن من إيرلندا إلى المركز الأول مع رايد الفيروز يتزعم طليعة هذا الشوط. وكذلك أشاهد المطاردة من قبل جليدد أور أيضا مع خالد الشرار في المرتبة الثانية. وكذلك المطاردة من قبل أشاهدها الآن من قبل ويجان أحد الأسماء المرشحة. كذلك منيب من المسار الخارجي والتقدم شيئا فشيئا من قبل لايف أيضا من وسط الأسماء في المرتبة الثالثة والرابعة. أما صدارة هذا الشوط يتبدأها جريدد أور أيضا بشعر مشعل المطيري إلى المركز الأول من المسار الداخلي. بينما أشاهد مع بقية الأسماء مع بداية 400 متر الأخيرة منيب يتقدم إلى المركز الأول وأيضا لورانس في المرتبة الثانية مع أيضا كاركتر ويتنس في المرتبة الثالثة. يبدأ علامة 400 متر الأخيرة إلى المركز الأول كاركتر ويتنس ما شاء الله تبارك الله. شعار عبد الرحمن المخضوب إلى المركز الأول على صهوة مشار العيسى بقوة ما شاء الله تبارك الله. القادم من إيرلندا يضيف الانتصار الثاني في سجل السباقي يتقدم إلى خط النهاية إلى خط الإثارة والندية والعطاء ما شاء الله. كاركتر ويتنس من إيرلندا شعار عبد الرحمن.